عليكم ان شاء الله تكونوا بألف خير وسلامة يا ربي. اليوم بغيت نقدم لكم واحد الوصفة زوينة بزاف اللي غادي ديروها اللوغوتين مادامكم راكم مع وليداتكم وكاملين افراد الاسرة في البيت، غادي توجدوها يعني وتوجد لكم بسرعة وسهلة، واللي هي بريوش كتجي على شكل كوغون يعني على شكل تاج. غادي نوجدوا لها المقادير بسيطة بزاف، وتبعوا معايا المقادير من الاول حتى الاخر وما تمشوش بعيد، وخليكم معايا وتشاركوا معايا وايضا فعلوا الجرس باش يوصلكم مني دائما الجديد. وما تنساوش الله يرضي عليكم هذاك لو بوس ديروه، ما غتخسروا حتى شي حاجه، ما غنخسروا لا فلوس ولا مال ولا حتى حاجه. ديروا داك لو بوس الا كانت نجحت معكم الوصفه، واكيد انا ديما كندير لكم الوصفات اللي كتنجح معايا اولا في الدار ديالي عاد ديك الساعات كندوزها لكم. يلا بقاو معايا وغادي نشوفوا المقادير وحنا كنخدموا. كناخذوا لو بول، ناخذوا البول ديالنا كندير واحد 300 غرام ديال الدقيق اللي غادي انا نغربلو. بسم الله غادي نغربلو. غادي نعمل معاه هكا واحد الحفيره ولا هكذا، ندير فيه السكر، عندي سكر فاني، عندي واحد المعلقه ونص كبيره ديال السكر، حبيبات الخميره الفوريه غادي نديرها هنا في الكاس، واحد الكاس ما عمرش ديال العنبه ديال الماء دافي باش غادي هكذا تخمر لي هذه الخميره، وندير معاها شي شويه السكر باش دغيا تطلع. صافي غادي نخليها هكا. غادي ندوزو، عندنا معلقه كبيره ديال نيدو اللي هو الحليب المجفف، غادي ناخذ معلقه معلقه كبيره، واللي بغى يدير الحليب السائل ممكن انه يصوب واحد يعني الحليب السائل. غادي درنا معلقه، اذا بقات لنا البيضه والملحه ما نساوهاش، واحد القبيصه ديال الملح. صافي وغادي نخدم الكل، غادي نخدم غير بيدي بالسباتولا، ما غاديش ندير هذا يعني ما غاديش نعجنها على شكل عجينه، نخدمها غير باليد. بسم الله هكا صافي، غير غادي تذوب ليا هاد الخميره ونفقصوا البيضه. بسم الله نديروا واحد البيضه صغيره هكا في لو فون ديال الدقيق. بسم الله ونبداو على بركه الله. غادي نبقى نعجن بهاد الخليط ديال الخميره والماء على هاد الشكل. الا كان خصنا الماء نزيدو على حسب يعني الكميه او لا على حسب نوعيه الدقيق. غادي نزيد شويه ديال الماء دافي، على هذه الطريقه هذه نزيد باش تلملي ديك يعني البقايا ديال الدقيق اللي عندي لتحت هكا. صافي شتو ما غاديش نزيد لها دابا الماء، راها كافيها. صافي غادي نخدمها هكا، انا غادي نخدمها مزيان غير بيدي هكا، شوفوا ما غاديش نزيد لها الماء، صافي يكفيها. صافي وغادي نرجع لكم البنات نقرب لكم العجينه ديالي، خدمتها غير شويه هكذا بيدي. غادي نضيف لها واحد هنايا عندي واحد 50 غرام ديال الزبده،
غادي نخدمها مزيان غير هنايا صافي، عبر واحد المعلقه كبيره مقببه مزيان، لان البريوش كيبغي يجي فيه الزبده هكذا في الاخر. صافي انا غادي نخدمها صافي حتى كتولي ليا بوماد، وينسجم داك العجين مع ديك البوماده، عفوا مع ديك الزبده لي اون بوماد، يعني تكونوا خرجتوها من قبل من الثلاجه. صافي ديك الساعات غادي نغطيها باش تخمر لي هكا مزيان، باش ما نطولش عليكم. انا غادي نخدمها تاخد ليا شويه ديال الوقت باش تذوب ليا ديك الزبده في العجينه ونرجع لكم. ترجعت بكم باش نكملوا الوصفه هذا النهار اليوم، اللي هي البريوش على شكل تاج او لا على شكل كوغون. عندي هنايا لاطا اللي كيف كتشوفوا عندها القرص في الوسط، دهنتها مزيان بالزبده ورشيت عليها الدقيق، كناخذ واحد الكميه هكذا ديال الزيت ونشوفوا هذا العجينه ديالنا كيف خمرت تبارك الله وطلعت. غادي نحاولوا نديروا واحد الكويرات ونحطوهم هنايا في اللاطا ديالنا. بسم الله غادي نحاولوا نقطعوا الكويرات الصغيورين هكذا على الشكل او حجم المشماشه، ونديروا وحده حده وحده هكذا متقاربين. بسم الله هاد العجينه كيف كتشوفوا راها خفيفه خفيفة تبارك الله، زوينة وهشيشة هكا. نديرو وحدة حدا وحدة، نحاول نجيبهم نيشان على الدائرة ديال القرص أولا ديال هكا المول. أنا غادي نكمل ندور هكذا وأنا سايرة دايرة على هكا المول. ومن بعد غادي ندهنها الدهنه الاولى ونخليها تخمر، ومن بعد نولي حتى تخمر لي ولي ندهنها الدهنه الثانيه. يعني بقات لي جوج هنايا جاوني قد قد، هي هذيك ثم يا البنات. وجدت هنايا بيضه صغيره وزدت معاها واحد القطيره هكذا ديال الفاني، روح الفاني، نخلطوها مزيان وندهنوا مزيان الكويرات ديالنا هكا. بسم الله صافي كندهنوا لهم الوجه باش ملي كيخمروا يكونوا ديجا بعدا مدهونين، وحنا غادي نزيدوا لهم ملي كيوليو ثاني كيطلعوا مزيان. ندهنوا الدهنه الاولى هكا، راهم بداو كيختمروا عندي هكا. نكمل البنات. بعد ما خمرت لي العجينه اولا الكويرات، هانتوما كتشوفوا لصقوا مع بعضياتهم وانتفخوا، غادي نوليو نزيدو ندغيوهم من الفوق ولكن غير بشويه باش ما تنزلش لينا ديك الخميره. صافي غادي نوليو نعاودو لهم هكا الدهن بهاد البيضه اللي بقات هكا غير بشويه باش ما نهبطوش داك الخميره، هي اللي غادي تطلع لنا هاد البريوشه هادي. شفتوا هكا غادي ندهنها غير هكذا بالبيض صافي، وغادي نشعلت عليها الفران غادي نطيبها من التحت حتى طيب لي بحال الكيكه
ديك الساعات غادي نولي نحمر لها الوجه ديالها صافي، ونتلاقاو باش غادي نزينوها ان شاء الله. البنات يلا خرجت الكيكه او لا البريوشه على شكل كوغون من الفران، شفتوا راني كيف جا الشكل ديالها، جات دوغي تبارك الله ومنفوخه. غادي نفتح لها هاد السمطه هادي على هاد القرص. يا البنات كيف كتشوفوني زينتها هنايا من الفوق بالمربى، وانا خليتها في اللاطا لان باقا سخونه وخفتها لا تفتت ليا، لان خصها ضروري تبرد مزيان. صافي غادي ناخذ لي بيبيت ديال الشكلاط في البيض، وغادي نزين هكذا كل جهه نزينها بالوين هكا. وانتوما زينوا بالكوك، زينوا باي حاجه عجبتكم. انا ما غاديش نزين بالكوك، غنزين غير بهاد لي بيبيت ديال الشكلاط ان شاء الله. نتمنى هاد الفكره تكون عجبتكم ديال هاد لابريوش، ورحنا ان شاء الله يعني على ابواب الشهر الكريم. هكا ديروها حتى في الفطور هكا، شتو تجي زوينه وعطيه المنظر. ما تنساوش البنات، ما تنساوش الله يرضي عليكم هذا تلايكيو على لابريوش ديالنا نهار اليوم. وخليت لكم الراحه، وان شاء الله تاكلوها بالهنا والشفاء وبالصحه والراحه عليكم وعلى جميع الاسره ديالكم ان شاء الله.